نطلع كمان لتقرير دلوقتي. انا عايزه في التقرير ده يوضح لنا تجارب الناس، يعني في بعض طبعاً. الناس مثلا اللي اخذت الكورس او طريقه فكره الكورس نفسه عجباني، اللي هو زي فيتامينز مع شويه علاجات مع كريمات مع مكمل غذائي متكامل. بالظبط، يعني عاجبني فكره الكورس ككل. تمام. خلينا نطلع لفاصل ونشوف التقرير ده. انا هدى محمد، عمري 36 سنه، ولدت كذا ولاده، مع اخر ولاده ابتديت احس بالم جامد قوي في عظمي، في دراعاتي ورقبتي وظهري وركبي كمان، كان الوجع جامد جدا، عظمي وجعني جدا، ما كنتش قادره خالص من الوجع. الناس نصحوني بكورس بيكس فارما، فعلا لقيته ممتاز جدا لالام العظام وللحاجات، الوجع اللي كنت بحس بيه في رجلي وظهري وايدي ابتدى يروح يتلاشى. انا بقالي شهر ونص باخده، هو المفروض الكورس 3 شهور بس، فعلا حسيت بفرق جامد جدا من الكورس ده. انا بنصح اي حد عنده ألم في العظام ان هو ياخد كورس بيكس فارما، وبشكر بيكس فارما على النتيجة المذهلة الجميلة جدا اللي انا حسيت بيها دي.